الشعب طالب الاستقلال، الشعب طالب المادة 7 و8 ترجع للسلطة استقلال، يتنحاو كاع، يتنحاو كاع معناتها هذه سيت اون اكسبرسيون، ماشي العباد، العباد ما يهموناش، النظام يسقط. صح ماشي رحماني، كيفاش هاد هاد لي دوموند تكنيكمون كومون كومون لو باسكو بون الجيش كامل الناس تسمع، مي طونك سي با اوفيسيال سي با بري اون كونسيديراسيون سي سا. طونك الشعب كاين جهتين، كاين السلطه الفعليه اللي هما سكو نابيل لي جينيرو مافيو بوليتيكو فينانسي، لا مافيا بوليتيكو فينانسي كيما سماها بوضيف الله يرحمه، داكور بون داريير هو كاين لي بي بلون اكسترا، بون ما يهمش. استعمار الحديث افريقيا كامله لازم تخلص من الاستعمار الحديث ماشي غير الجزائر. دونك حنا السلطه الفعليه بالنسبه لنا هي القياده الساميه للجيش اللي متورطه في السياسه ومتورطه في المال الفاسد وفي استغلال ثروات الجزائر. بيان سور باش تستغل ثروات الجزائر لازمها تخلي الدول الاجنبيه تستغل الثروات باش الدول هذيك تغمض عينيها عليها وتحميلها المصالح نتاعها في الخارج، لانه هما لما يستغلوا الجزائر الاموال نتاعهم ما يخليوهاش الجزائر، يحولوها الى بنوك افريقيه، بنوك خليجيه، بنوك في هونغ كونغ، سنغافور، اكسترا، شويه شويه لوروب والامريكان، هذاك حق المصرف نتاعهم وتاع ولادهم برك الامريكان لوروب بكري شراو وكذا وتكلحوا. مي دوكا لوروب، لوروب ما اكسبت بلو لي بوت فان، لوروب ما عادش تمد رشوا، لوروب الا ايفولوي، لو موند ا ايفولوي، لو موند اوكسيدونتال الا ايفولوي. مي البانديه نتاعنا حنا بيان سور خلقوا لهم دي سيركوي باراليل مع لي بيي دو غولف اكسترا بور لو بيرميتر توجور دات دي كورومبي. هذه اون يرفياندرا. دونك عندنا من جهه السلطه الفعليه المتحدث الرسمي نتاعها هذا تبع، من جهه اخرى عندنا شعب طائر لكن دون ممثلين. جات السلطه هذه قالت نفتح الحوار، راح تهضر مع من؟ مع طالب ابراهيمي، حمروش، رحابي، بن بيتور، هادو ما يمثلوش الحراك، هادو اصلا الناس كانوا في لونسيان سيستم، في الميم سيستم، خدامين عند الميم سيستم، دونك ما يمثلوا والو. راحوا عند حزيبات كيما جيل جديد كيما ما على باليش شكون، وقال لك حوار، جيل جديد ما يمثلش الحراك، واحد ما يقدر يمثل الحراك، لأن الحراك شعب طائر بصفة عفوية، اللي يقول أنا هو الحراك كذاب. كاين تيارات كثيرة في الحراك، كاين تيارات إسلامية متشددة، كاين تيارات إسلامية هذيك دمي طريف، كاين تيارات شيوعية، كاين تيارات لايكية، كاين تيارات، كل تيارات على ألوان المجتمع تيارات راهي في الحراك، لكن بكل متفقين على حاجة واحدة، استقلال الجزائر. يتحاوروا مع من؟ تحاور مع الأحزاب اللي كانت تاكل مع كل الأنظمة اللي فاتت، مع كل السيستم اللي فاتوا، فهم من السيستم مع كل الأنظمة اللي فاتت، تحاور مع من؟ منين تجيك المصداقية؟ خرج الناس من الحبس وهضر مع الناس اللي فعالين حقيقيا حقيقة في المجتمع، اللي عندهم وزن بموجب وحق الكلمة السياسية في المجتمع. ما كي تحكي مع الحزيبات هذه الحزيبات حتى وتلموا مع بعض ما قدروا يديروا والو باسكو ما يوزنوا والو، ما عندهم برنامج، ما عندهم كاريزما، ما عندهم مناضلين حقيقيين، ما عندهم صدى في وسط الشارع الجزائري. دونك اللي حاب يفتح حوار او تفاوض يفتحوا مع الناس اللي عندهم وزن في الشارع، كي تفتحوا مع الناس الفارغين الحوار نتاعك فارغ، المفاوضه نتاعك فارغه، والشارع ما يحبش مهما كانت الظروف، الشارع ما يحبش، التعبئه ما تحبش، ورايحه للتصعيد. على قد ما الناس تكره، على قد ما تزعف، على قد ما نروحوا للتصعيد. بون بيان سور بيرسون اكسبت بونا سي تبو الكوكايين
Non, non, le peuple refuse en tant que président. Ils ne le reconnaissent pas. Bon, il est légitime. Le peuple n'a pas dit qu'il est président de la Jumhuria. Le peuple الجزائري داخل الجزائر خارج الجزائر الجزائريين لا يعترفون بتبون رئيس الجمهورية. بالنسبة لنا هو الناطق الرسمي نتاع السلطة الفعلية اللي هي مجموعة جنرالات سياسيين ماليين. Bon, ça, c'est... il vous pose la question sur ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Alors, M. Rahmani, on vous dit, est-ce qu'il y a un espoir que l'Algérie sera indépendante? C'est Mme Linda. Mme Linda, Mme Kayn Rabbel Alamin, Rabbi Inch'Allah, Kayn l'espoir, Anou Jazet Stkhal. La Kayn Sadaqa Chab Nian Taou, l'Istikhal Al-Jazair. الجزائر تستقل. إنما النصر من عند الله عز وجل. إحنا علينا بالعمل والإعداد وكذلك النضال. الشعب راه يناضل من أجل الاستقلال، وربما الشعب حيرت له شوية في الميكانيزمات، ربما الشعب يعني تالمون خانوه إن ناريف بلو أفير كونفيونس أون كيكونك. Et en quoi que ce soit. Là, le peuple se rend à la confiance en lui, pour qu'il puisse confier à l'autre, et comprendre les politiques, et résoudre les politiques, et dire ce qu'il pense. Oui, il y a un grand espoir que l'Algérie soit indépendante. J'ai un grand espoir quand j'ai vu que dans le quartier algérien, les jeunes يهضروا على خضر الله يرحمه، شباب يهضروا على عبان، على كريم، على ديدوش، يهضروا على علي لابوانت، على حاسيبة، سي انكرويابل. أنا فهمت منها حاجة واحدة، خير الله عز وجل اللي يقولوا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا في نيتي الشهداء تاع الجزائر لما تصح الجزائر تحيروا في القبور نتاعهم او في الحياه البرزخيه تحيروا على الجزائر وجحهم قلبهم على الجزائر التي دنست باقدام وسخه دنست بايادي وسخه دم الشهداء اللي صبغ كل منطقة في الجزائر محير على الأمر اللي قالت ليه الجزائر